موضوع التمويل العقاري بفايدة 3% من الموضوعات اللي محل تساؤلات كتيرة من حضراتكم على القناة. احنا في قناة صباح البنوك عملنا أكتر من حلقة على التمويل العقاري، وجينا النهاردة لأهل الخبرة يقولوا لنا إيه بقى اللي بيتم داخل البنوك وهم بيعملوا إيه، ويدونا عرض على ما يتم في القطاع المصرفي ومبادرة التمويل العقاري والقانون والضمانات البديلة، وكمان خدنا مجموعة من التساؤلات بتاع حضراتكم وهنسألها عليه. معانا الأستاذ محمد سمير خبير البنوك والتمويل العقاري ومدير قطاع التمويل العقاري بأحد البنوك المصرية، خبرة أكثر من 20 سنة في موضوع التمويل العقاري. يعني إن شاء الله اللقاء ده هيفيد حضراتكم جدا جدا. تعالوا معانا نتابع اللقاء. تعالوا معانا نتكلم على موضوع التمويل العقاري، هو كمان عامل هاشتاج دكتور التمويل العقاري، ده تقدروا ايضا تتواصلوا معاه من خلال الهاشتاج ده. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. خلينا ناخد نبذه مختصره عن حضرتك. انا اسمي محمد سمير، انا خريج كليه الحقوق جامعه القاهره عام 98. بدات حياتي المهنيه في العمل في مجال الاستثمار العقاري لمده 4 سنوات من خلال مبيعات في احد الشركات باحد المشروعات في المدن الجديده، وبعدين انتقلت مدير تسويق لاحد شركات الاستثمار العقاري. ومع بدايه نشاط التمويل العقاري في مصر في 2004 انضميت لاول شركه قطاع خاص تابعه لبنك خاص في مصر، هي الشركه المصريه للتمويل العقاري، وتدرجت بقى في مجال التمويل العقاري مرورا بالعمل في شركات تمويل عقاري واكثر من 5 بنوك انتهاء بوجودي طبعا في المجال. يعني اهلا بحضرتك. عايز حضرتك تكلمنا عن التمويل العقاري، وحضرتك شايف مبادره 3%؟ طيب، الحقيقه قبل ما نبدا ان احنا الحديث عن مبادره 3%، بنحب ان احنا ننوه طبعا للساده المشاهدين ومتابعي قناه صباح البنوك، ويعني انا من اشد متابعين حضرتك استاذ محمد عادل، انت علامه في الاقتصاد المصري. الحقيقه الموضوع مهم جدا ان الناس تعرف منظومه التمويل العقاري قايمه على ايه. قايمه على وجود النهارده تمويل لتمويل شراء، احنا في القانون بيسمى هو استثمار، لان انت بتستثمر في العقار، والسوق العقار المصري هو طبيعه خاصه. يعني احنا كمصريين عندنا منذ قديم السنوات يعني الماضيه دي كده او قديم الازل ثقافه تملك العقار، بنحب ان احنا النهارده اكتر عنصر امن او اكتر اداه ماليه نقدر النهارده نستثمر فيها هو العقار، بخلاف اي ادوات ماليه استثماريه تانية. وده ادى الى ان النهارده السوق العقاري في مصر يعتبر من اكبر الاسواق العقاريه اللي موجوده في المنطقه اذا قارنا السوق المصري بدول اخرى محيطه بينا. وده بيخلينا ان احنا لازم عندنا النهارده ادوات ماليه نقدر نستفيد بيها في استثمار العقار ده. احد تلك الادوات هو منظومه التمويل العقاري اللي قانونها صدر في عام 2001. الحقيقه ان المنظومه دي بتتيح للمواطن على مختلف شرائح الدخل بتاعته انه يتملك عقار، سواء كلمه عقار دي هي كلمه زي ما بيقولوا جامعه، احنا بنتكلم لما بنقول عقار فبنقول سكني او تجاري او اداري. فبدايه القانون كانت مع برامج موجهه لتملك عقار سواء سكني او تجاري او اداري، وده اللي موجود دلوقتي حاليا في برامج التمويل العقاري العاديه. بمرور الوقت طبعا انتشار ثقافه التمويل العقاري ومع دخول سوق الاستثمار العقاري بقوه ووجود مطورين عقاريين والتوسع في زياده الرقعة السكانيه، كان مهم جدا ان يكون في مبادرات من قبل الدوله بتدعم منظومه التمويل العقاري، وده اللي خلانا نتواصل مع الجهات كلها، واثمر وجود طبعا البنك المركزي بقوه في اول مبادره للتمويل العقاري اللي صدرت عام 2014 لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ومرورا بالمبادره في مرحلتها الثانيه اللي صدرت في ديسمبر 2019 اللي كانت خاصه بمتوسطي الدخل، واللي اطلق عليها مبادره البنك المركزي بسعر عائد 8% متناقص. والحقيقه وصولا للمبادره الغير مسبوقه اللي طبعا النهارده بتستحوذ على القطاع العريض من الاستفسارات والاهتمام منصب عليه جدا، عايز اقول لك ان حتى في يعني طبعا بخلاف ان في جهات دوليه في دول بتنظر للتجربه المصريه في مبادره ال 3%
3% دي على اعتبار ان هي مبادره غير مسبوقه بدأها السيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، وتناولها البنك المركزي ودعمها واضاف ليها مميزات الحقيقه ما كانتش موجوده قبل كده، ودي هتغير انا من وجهه نظري خريطه التمويل العقاري في مصر خلال الاعوام المقبله. صحيح. هل المبادره الجديده اللي هي ب 3% بتلغي القديمه ولا في ايه الفرق بينهم؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، وده فيه زي ما حضرتك بتقول تداخل ولغط كبير. صحيح. في الوقت صحيح. الحالي في السوق المصري احنا عايزين ناكد على ان مبادره ال 8% ما زالت ساريه وما زالت قائمه، ودي اما صدرت في ديسمبر 2019 تم صحيح. تخصيص 50 مليار جنيه ليها. ما زالت كل الجهات العامله سواء بنوك او شركات في مبادره 8% بتشتغل على المبلغ المخصص للمبادره. صحيح. لما جت مبادره 3% تم ليها تخصيص 100 مليار جنيه، هتبدا العمل ان شاء الله خلال الايام القليله المقبله في كافه البنوك المصريه، على اعتبار ان هي هتبقى استكمال لمبادره 8%، ودي موجهه لشرائح اوسع واكثر في المجتمع المصري، بتتيح النهارده للمواطن انه يتملك عقار صحيح. على مده زمنيه اطول بسعر عائد اقل، ولكن ليها شروط محدده تنطبق على العميل فيقدر يحصل عليها بمبادره 3%. اللي ما يقدرش النهارده يحصل بالشروط على 3% مبادره 8% موجوده وقائمه وشغاله، والشروط بتاعتها برضو زي ما احنا قلنا بتستهدف شريحة اخرى من المجتمع. مبادرتين هيصيروا في طبعا توقيت واحد، مبادرتين بالتوازي شغالين، عندنا مبادرة 8% وعندنا مبادرة 3%. بالنسبة للمبادرة اللي هي 3% اولا خلينا ناخدها نقطة نقطة، مين المستفيد من المبادرة 3%؟ طيب المستفيد من المبادرة 3% هو المواطن المصري اللي بيحمل الجنسية المصرية وسنه ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش في بالنسبة لمحدودية الدخل عن 50 سنة عند التقدم للتمويل. تمام. لو احنا قلنا بقى طيب عن 50 ولا 60؟ 50 ده فيما يخص فئة محدودي الدخل. خلينا نقول ان المبادرة نازلة لشريحتين، شريحة محدودي الدخل وشريحة متوسط الدخل. جميل. شريحة محدودي الدخل ليها شروط خاصة بيها وشروط خاصة بشريحة متوسط الدخل. الشرط الخاص بالسن في محدود الدخل انه ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 50 سنة عند التقدم للتمويل. يعني هو بيتقدم عشان يحصل على التمويل، ما ينفعش سنه يبقى 51، ما ينفعش سنه يبقى 52، لازم لا يتعدى ال 50 عام. تمام. دي النقطة الأولى فيما يخص السن. طيب هي موجهة لشرائح ايه؟ البنك المركزي الحقيقة وصندوق الإسكان الاجتماعي قرر ان النهارده ان يتم النهارده استهداف الشريحه بناء على صافي الدخل الشهري للعميل. جميل. فبنقول النهارده ان صافي الدخل الشهري للعميل منقسم ما بين اذا كان العميل ده هيصنف انه فرد اعزب او ان هو اسره زوج. جميل. او زوج. لو فرد اعزب يبقى احنا بنتكلم ان صافي الدخل الشهري الحد الاقصى للعميل فيما يخص محدود الدخل لا يتعدى 4500 جنيه. فالناس تملي بتتساءل طب هو يعني انا النهاردة الحد الادنى يبدأ من كام؟ الحد الادنى للفرد الاعزب في مبادرة محدود الدخل 3% يبدأ من 1200 جنيه كدخل شهري، ويتدرج في الدخل 1500 2000 3 لغاية ما يوصل 4500 جنيه، ده يصنف العميل انه محدودي دخل تنطبق عليه شروط مبادرة 3%. طيب لو اسرة برضه هيبدأ الحد الادنى من الدخل ده ويوصل لغاية ما يبقى 6000 جنيه، ده الحد الاقصى لصافي الدخل الشهري، يصنف هنا انه النهاردة محدودي دخل ضمن مبادرة 3%. لو رحنا لشريحة متوسط الدخل هنلاقي ان الحد الادنى لشريحة متوسط الدخل اكيد للفرد الاعزب هتبدأ من انتهاء الحد الاقصى بتاع محدودي. فلو قلنا ان المحدودي اخره 4500 يبقى 4501 يصنف محدود متوسط دخل حتى 10000 جنيه اعزب. ولو اسرة هنبدأ من فوق ال 6000 جنيه لغاية 14000 جنيه الحد الاقصى لصافي الدخل الشهري، يبقى اسره ده يصنف شريحه متوسط الدخل. يبقى احنا النهارده هنشوف العميل من واقع صافي الدخل الشهري اللي هيثبته بالمستندات. جميل. طيب ايه الفئات اللي بيتم استهدافها ضمن شريحه 3%؟ احنا بنستهدف كافه شرائح المجتمع. جميل. موظف موجود في قطاع حكومي او قطاع اعمال او قطاع خاص، وتملي التساؤل بيثار على القطاع الخاص، فاحنا بنستهدف الموظف في اي من القطاعات اللي موجوده في الدوله سواء في قطاع عام، قطاع اعمال، قطاع حكومي، قطاع خاص. اعمال الحره اللي بيمارسوا الاعمال الحره، ودول مهم جدا بشرط انه بيكون عنده سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، والمهن
الحر. إذا كان المهنيين اللي عنده النهاردة كارنيه النقابة، سواء كان صيدلي، دكتور، محامي، مهندس، يبقى الثلاث شرائح دول دول الفئات المستهدفة من المبادرة: موظف وأعمال حرة ومهن حرة. الحقيقة بقى الميزة الإضافية اللي ضافها كمان المبادرة 3% اللي هي أصحاب المعاشات. فبقى عندنا أربع شرائح مستهدفة من مبادرة 3%. فبالنسبة لأصحاب المعاشات زي ما حضرتك ذكرت كده بيبدأوا من 60 سنة لحد 75 سنة، صح كده؟ طبعا يقدر على 75 سنة يكون مسدد القرض، أو مثلا لو سنه 75 يبقى المفروض بيسدد القرض على كام سنة؟ زي ما حضرتك تفضلت كده ووضحت، احنا النهارده بنقيس نهايه فتره التمويل طبقا لنهايه سن المعاش والقانون الصادر في مصر، قانون التامينات الاجتماعيه، اللي بيقول ان سن المعاش للموظف لغايه 60 سنه. طيب الفئه المستهدفه الجديده اللي تم اضافتها في مبادره 3% اصحاب المعاشات، اتاح طبعا النهارده اللي اتاحت المبادره يحصلوا على وحده سكنيه بحيث ان هو في نهايه فتره التمويل يكون وصل لسن ال 75. اذا ده لو هو تقدم عنده على سبيل المثال 65 سنه يبقى ياخد على 10 سنوات فتره التمويل، نهايه فتره التمويل 75. تقدم 70 يبقى هياخد على 5 سنوات. شرطين مهمين: انه يدفع 40% من قيمة الوحدة السكنية، وانه يقوم بتحويل المعاش بتاعه على جهة التمويل اللي هي البنك. وطبعا لازم يكون المعاش بتاعه يتيح ليه ان هو يقدر يحصل على المدة الزمنية دي. واكيد بيدفع مقدم اكبر، يعني مقدم زي ما احنا قلنا 40%. 40% بالظبط. ولو سنه تقدم كده هيدفع اكتر. قبل ما نقول لخطوة شروط الوحدة السكنية، اي مواطن ما يبقاش يكتفي بالوظيفة فقط، يعني ممكن الوظيفة فتبين انه محدود الدخل، لكن ممكن يكون عنده دخل اخر فينقله لشريحة متوسط الدخل، هو عاوز ياخد شقة تبع متوسط الدخل. ازاي يثبت الدخل الاضافي اللي اضافتها مبادرة 3% اللي هو احتساب مصادر الدخل الاضافي؟ جهات التمويل عموما اللي هي في الوقت الحالي طبعا تشتغل في المبادرة البنوك بيبقى عندها سياسات ائتمانية داخلية بتحدد نسبة من احتساب الدخل الإضافي للعميل. النهاردة النسبة اللي تحددت في المبادرة بحد أدنى 50%، أو يعني 50% من مصادر الدخل الإضافية هيقدر النهاردة يعتد بيها في الدراسة الائتمانية للعميل. إذا لو أنا عندي عميل عنده دخل أساسي بيتحصل عليه من وظيفة أساسية، وعنده مهنة تانية بيتحقق ليه دخل إضافي منها، هناخد 50% من الدخل الإضافي ده طالما مثبت بالمستندات ونقدر نثبته ونضيفه على الدخل الأساسي. فده طبعا هيتيح للعميل مبلغ تمويل أكبر يقدر يحصل عليه، ويقلل له قيمة المقدم اللي بيدفعه وقيمة القسط. لو في أرملة زوجها توفى، هل ينفع تقدم في المبادرة؟ طبعا تقدم بكل قوة، ولو هي ضمن محدود الدخل هتكون من الأولوية اللي موجودة في الصندوق. لو واحد متجوز اتنين وخد واستفاد ومعاه، ولكن التانية ما استفادتش، ممكن التانية تقدم من نفسها؟ الأطراف المرتبطة. يعني لو اتكلمنا على محدود الدخل، فمن ضمن شروط صندوق الإسكان الاجتماعي بيقول إن لا يمتلك النهاردة الزوج أو الأطراف المرتبطة معاه أي وحدة سكنية، ولا يكون انتفع بقرض إسكان تعويني قبل كده، أو حصل على أي قروض إسكانية خاصة بالدولة. يبقى هو هنا الأطراف المرتبطة دي، لو إحنا المؤسسات الرسمية عندنا بتقول ان الاطراف المرتبطه اكتر من طرف، اكيد يبقى شروطها تنطبق عليه. في متوسط الدخل برضو بتقول النهارده ان مفيش مانع ان يكون متوسط الدخل عنده وحده سكنيه، ولكن طالما هيتقدم للحصول للمبادره هو والاطراف المرتبطه هيستفيدوا بيها مره واحده بس في حياته. تمام. يعني لو كان حتى متجوز اربعه ما عندناش عائق، طالما كل المستندات هتثبت ان في اطراف مرتبطه موجوده هنطبق شروط المبادره طبعا. لا تاني، يعني هي تستفيد خلاص، هي النهارده لو هو حصل على وحده باسمه يبقى كل الاطراف اللي معاه مش هيحصل، يبقى هي لن تستفيد طالما في مستندات موجوده بتقول ان دول كل الاطراف دول موجودين، واحد فيهم استفاد فكل الاطراف، والعكس صحيح لو حد فيهم قدم وهو الزوج مثلا، لو افترضنا ان هو القصه على الزوج مش هيستفيد، مش هيستفيد بالظبط الا مره واحده خلاص طوال فتره حياته. جميل. طب بالنسبه للمغترب، يعني تساؤلات كتيره تيجي، احنا عندنا مصريين ما شاء الله كتير في الخارج، هل من حقهم ان هم يتملكوا وحده سكنيه؟ طبعا. يعني خليني برضو نأكد على ان ده من احد الاستفسارات اللي بترد ليا كتير جدا وفيها برضو امور غير واضحة. المبادرة احد شروطها الاساسية ان يكون العميل مصري الجنسية. جميل. طالما مصري الجنسية وتنطبق عليه شروط الدخل
سواء كان بيعمل في مصر او خارج مصر فهو من حقه يتقدم في مبادره للحصول على وحده سكنيه. لكن هنا بقى حضرتك نوضح ان السياسات اللي خاصه بجهات التمويل محدودي او متوسط. محدودي او متوسط طالما هتنطبق عليه الشروط يقدر يقدم فيه هيقدم بكل اريحيه في المبادره. جميل. لكن حضرتك السياسات الائتمانيه الخاصه بجهات التمويل هتشترط وجود العميل ده في مرحله من مراحل التمويل. تمام. في التوقيع على المستندات وبعد الموافقه واجراء الاستعلامات. فده يستوجب ان العميل يبقى موجود، لانه برضو في لغط ان ممكن اخد بموجب توكيل واقوم النهارده انا باجراءات نيابه عن العميل في عدم وجوده. الحقيقه لا، احنا كجهات تمويل الواقع العملي بيخلينا نحتاج العميل في التوقيع على بعض المستندات الخاصه بعمليه التمويل كطلب التمويل واجراء الاستعلامات، وفيما يخص مثلا متوسط الدخل يبقى عندنا تقييم للوحده السكنيه. وبعد الانتهاء من الدراسه الائتمانيه والحصول على الموافقه هيبقى عندنا النهارده التوقيع على عقود اتفاق التمويل العقاري وعلى الشيكات اللي هيسدد بموجبها الاقساط. فده يستوجب وجود العميل بشكل يعني فيزيكال. العميل لازم يحضر للبنك ويوقع على الشيكات وبتاع. لكن بالتنسيق بقى مع جهه التمويل هيقدر ينسق عمليه تواجده دي. ممكن في اجازه موجود فيها ممكن ينزل خصيصا للاجراء دون في وقت زمني قصير جدا يعني يخلصه ويمشي طالما المستندات تؤكد انه الشروط تنطبق عليه. طب موضوع اثبات الداخل ازاي يثبته؟ الحقيقه المصريين العاملين بالخارج دي فئه مستهدفه ومهمه جدا طبعا لكل يعني يعتبر من ضمن نسيج المجتمع المصري. وبيبقى مستنداتهم النهارده من جهه العمل اللي هو بيشتغل فيها بيتم توثيقها عن طريق القنصليه او السفاره المصريه. تمام. وبيتم التصديق على المستندات دي من خلال مكتب تصديقات وزاره الخارجيه هنا في مصر. يعني ففي سهوله يعني سهل جدا ان هو يجيب خطاب من جهه العمل وشغال بيها بالخارج ويوثقها من السفاره التابعه ليها بعض الاجراءات وليها بعض التوثيقات احنا بنطلع العميل عليها وهي كلها بتبقى في المتابعه. دي اجراءات سهله ولا جداً معقده؟ جدا جدا يعني البنك طبعا واحنا بنختلف من بنك الاخر ولا ممكن طبعا اكيد يعني لازم برضو من بحيث برضو خلينا نتكلم في المطلق بوجه عام مش على المصريين العاملين بالخارج. كل بنك زي ما قلنا بيحط السياسه الائتمانيه الداخليه الخاصه بيه وبيحط النهارده اللي يحميه من بعض المخاطر اللي ممكن تكون موجوده في عمليه التمويل دي، فاكيد بيختلف من بنك الاخر. صحيح. طب بالنسبه للاب لو استفاد، واحنا قلنا دلوقتي الأطراف المرتبطة مش هيستفيدوا، لكن أب استفاد وابنه تجاوز ال 21 سنة. المقصود بالأطراف المرتبطة الزوج والزوجة، يعني احنا بنتكلم على أسرة. على أسرة. بالظبط. ما بنتكلمش على أبناء. الأبناء. جميل. الأبناء دي لو هم قُصّر في حالة محدود الدخل. تمام. لو عندهم النهاردة وحدة قالت إليهم عن طريق الميراث الشرعي. فهنا لا يجوز إن النهاردة العميل يقدر يتقدم للحصول على وحدة. جميل. لأنه هنا الأطراف معاه أولاد قُصّر ما زالوا تحت ولايته. جميل. لكن لو النهاردة بلغ سن الرشد هو خرج في أسرة تانية خالص. صحيح. فمالوش ارتباط بالوالد. استفاد او ما استفادش او العكس صحيح، الابن استفاد او ما استفادش. انا بعتبر ان دي اسره باطراف مرتبطه ودي اسره منفصله باطراف مرتبطه. يعني بعد 21 سنه يقدر يقدم على بشكل فردي لي سواء في محدودي او متوسطي الدخل. جميل. حتى لو ما كانش متزوج يعني. طبعا ما زي ما قلنا النهارده المبادره بتستهدف الفرد الاعزب او الاسره او الاسره. جميل. في النهاية ما تنسوش تتابعوا الجزء الثاني اللي هيرد على كل التساؤلات بتاع حضراتكم على القناة. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا تشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله. حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك البركة مصر من البنوك الاسلامية اللي هي موجودة في السوق المصري. السوق المصري مفهوش بنوك اسلامية كتيرة، لكن في بنوك عادية عندها منتجات اسلامية ودي ليها استقلالية تامة، وده ممكن نتكلم عنه في حلقة منفصلة. الحلقة اللي هنتكلم عنها كنت طلبت حضراتكم نتكلم على بعض المنتجات الموجودة الخاصة بالمصرفة الاسلامية. احنا هنتكلم على كل الشهادات اللي موجودة في بنك البركة، فالحلقة دي هتكون مختصرة مش هنتكلم عن تفاصيل كل شهادة.